السلام عليكم أعزائنا متابعين صفحة عالم الفقاسات، تحية طيبة. اليوم حبينا نراويكم بعض الإضافات العلفية المهمة اللي من الممكن أن تستخدمها بالإضافة للعلف الأساسي حتى تزيد من صحة الطيور، مناعتها ضد الأمراض، وتحفز النمو وتحفز البيع. هاي الإضافات العلفية اللي تسمى بالبريمكس، متوفرة في متجر دوار الشمس. هذا النوع فرنسي، نشأ فرنسي، نوع جيد جداً، اكسباير بعيد الى شهر 10 2019، يستخدم للدجاج البياض حصرا. اذا لما تاخذ علف للدجاج البياض مثل هاي علافنا من شركة بيرونيسي، تقدر تضيف لها كل 100 كيلوغرام 2.5 كيلو من هذه الاضافات العلفية. طبعا هذا متوفر عندنا بالجملة والمفرد، يعني اللي يريد له كيلو كيلوين خمسة نقدر نعطيه، واللي يريد له جملة موجود ايضا جملة. متوفرة به كل الفيتامينات اللي تحتاجها الدجاجة البياضة، لأن هذا خصيصا للليير، هذا للدجاجة البياضة. به الفيتامينز من A إلى B12، به أيضا أنواع المعادن والأحماض الأمينية اللي تفيد الدجاج لتحفيز البيض. إذا هذا البريمكس الفرنسي متوفر في مكتب دوار الشمس بالجملة وبالمفرد، مو بس كيس، حتى بالكيلو إذا تحبون نقدر نعطيك كيلو نص كيلو مثل ما أنت تحب. شكرا جزيلا.